ندعوكم للانضمام إلى قناة وصفة سحرية بالضغط على زر الاشتراك الأحمر وتفعيل الجرس ليصلكم جديد الفيديوهات بمجرد وضعها في القناة، ولا تنسوا دعمنا بلايك إذا أعجبكم الفيديو والشير لإفادة غيركم، وشكرا لكم. السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم أصدقائي صديقاتي على قناتكم وصفة سحرية للوصفات الطبيعية. كيف حالكم؟ أتمنى أن تكونوا بألف خير وصحة جيدة. فيديو جديد ووصفة سحرية جديدة، سأقدم بإذن الله وصفة طبيعية لتنظيف القولون أو ما يسمى بالدارجة المغربية المصران الكبير. القولون له عدة وظائف في الجهاز الهضمي، منها استخراج الماء والملح للحفاظ على توازن الجسم والتخلص من السموم التي تؤدي إلى التقيؤ، الإمساك الشديد، وعسر في الهضم، والانتفاخ، والصداع، وعدة مشاكل أخرى على مستوى الجلد كبقع داكنة تظهر في البشرة وخاصة عند السيدات. لذلك من الضروري تنظيف القولون من حين لآخر للحفاظ على وظيفته المهمة في الجهاز الهضمي. واليوم بإذن الله سأتشارك معكم وصفة طبيعية سهلة بسيطة لتنظيف القولون، ستزيل كل التراكمات والبقايا والفضلات التي لم تخرج منذ سنين من الجسم والتي تلتصق بجدار القولون. أيضا هي تسبب انتفاخات البطن والغازات والإمساك المزمن. إذا على بركة الله سوف نحتاج إلى مكونات طبيعية كما لاحظتم في الفيديو، وأول المكونات سوف نحتاج إلى الخيار. الخيار غني بالماء والفيتامينات، لذلك هو سيسهل إنزال السموم. وأيضا سوف نحتاج إلى المكون الثاني وهو البقدونس. البقدونس يحسن عملية الهضم وهضم الدهون والبروتينات في المعدة، ويساعد الجسم في التخلص من فضلات الغذاء التي تتراكم في القولون. وطبعا سوف نحتاج إلى المكون الثالث وهو التفاح. طبعا كلنا نعرف أن التفاح هو صديق للمعدة، فهو يسهل الهضم ويخفض السموم المتراكمة في الجهاز الهضمي. وطبعا تناول تفاحة واحدة هو فعال للجهاز الهضمي. أيضا سوف نحتاج إلى المكون الثالث وهو الخس، أوراق الخس. الخس غني بالألياف المناسبة لتحسين عملية الجهاز الهضمي، لذلك سأستعمله في هذه الوصفة. إذا على بركة الله سوف نبدأ بتحضير هذه الوصفة. أولا سوف نقوم بتقطيع التفاح، ومن الأفضل عفوا الاحتفاظ بقشره. ويجب طبعا قبل استعمال كل هذه المكونات تنظيفها جيدا بالقليل من الماء والخل. أيضا سوف نقوم بتقشير الخيار وأيضا تقطيعه.
إذن سوف نحتاج إلى خلاط كهربائي. سوف نقوم بوضع كل هذه المكونات في الخلاط. أولا سوف نضع الخيار، نقوم بتقطيعه إلى قطع بهذا الشكل، طبعا حتى يسهل على الخلاط بطحنه جيدا. ثم سوف نضيف التفاح، تفاحة واحدة، خيار أيضا واحدة. ثم سوف نضع البقدونس، ثم سوف نضع الخس، ثم سوف نضيف كأس واحد من الماء بهذا الشكل، وسوف نقوم بطحن كل هذه المكونات جيدا. المرجو الاشتراك في القناة بالضغط على المربع الأحمر وتفعيل الجرس ليصلك الجديد عند وضعه في القناة، وشكرا لكم. إذن بعدما قمنا بطحن كل المكونات نحصل على هذا العصير بهذا الشكل. وطريقة تناول هذا المشروب: تشربون كأس واحد كل يوم مدة أسبوع واحد قبل الأكل بساعة أو بساعتين، ويجب أن تداوموا على شربه مرة في الشهر، أي كل شهر تشربونه مدة أسبوع. فبهذه الطريقة ستضمنون لجهازكم الهضمي وخاصة القولون الصحة لكي يقوم بوظائفه على أكمل وجه. هذا العصير يفيد أيضا الرجال والنساء وحتى الحوامل، فهو مفيد جدا وله إيجابيات أخرى على الجسم، على البشرة، على الشعر، لأنه غني جدا بالعديد من الفيتامينات وكذلك المعادن والألياف أيضا. من الأفضل صنع الكمية التي سوف تشربون، أي لا تصنعوا كمية كبيرة وتضعونها في المبرد، هذا غير صحي تماما. من الأفضل شربه طري لكي لا يفقد العصير فوائده وعناصره الغذائية. أيضا لا أنصحكم بتحليته، يجب شربه كما هو بدون سكر بدون عسل، حتى وإن كان العسل طبيعي فلا تشربوه معه، يجب أن تشربوا هذا العصير بهذا الشكل بدون أي تحلية، فهو مفيد جدا بهذه الطريقة. إذن أصدقائي صديقاتي، كانت هذه هي الوصفة السحرية لتنظيف القولون والتخلص من السموم والتراكمات القديمة التي تكون عالقة بالقولون. أتمنى أن يفيدكم هذا العصير، وأتمنى الشفاء للجميع، وأنصح بهذا العصير للجميع، أي ليس من الضروري أن تكون عندك انتفاخات حتى تشربه، يمكنك شرب العصير ويمكنك أيضا شرب العصير قبل أن تحصل لديك انتفاخات وكذلك إمساك، ولأنه يعمل كوقاية. بهذه الطريقة تنظفين وتنظف القولون لديكم. إذن إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا ضغط لايك للتشجيع، اعملوا مشاركة لرابط الفيديو عبر وسائل التواصل، ومشكورين جدا على هذا الدعم، وإلى اللقاء في فيديو آخر بإذن الله. ندعوكم للانضمام إلى قناة وصفة سحرية بالضغط على زر الاشتراك الأحمر وتفعيل الجرس ليصلكم جديد الفيديوهات بمجرد وضعها في القناة، ولا تنسوا دعمنا بلايك إذا أعجبكم الفيديو والشير لإفادة غيركم، وشكرا لكم.